هلا والله فيكم حلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة. عندنا اليوم لكم قصتين مرعبتين. قبل ما أبدأ لازم أنوه أن هذه القصص مرعبة، يعني ما تنفع للناس اللي عمرهم 18 وفوق، وما تنفع أيضا للناس اللي عندهم قلوب ضعيفة. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوا، والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا اسمها الشرير أوتو. تبدأ القصة في عام 1981 مع شابين يعشقون ألعاب الأركيد، بالتحديد الشاب جيف. راح مع صديقه في الصباح لمحل ألعاب الأركيد، ومن شدة الحماس كانوا أول من يدخل المحل. ومحل الأركيد عبارة عن محل يكون فيه أجهزة ألعاب كمبيوتر، تحط قروش وتلعب الألعاب. وعلى طول بدون أي تفكير وتردد راحوا للعبة بيرزرك. حط القروش في لعبة الأركيد وبدأت بصوت رجل آلي يقول أتاكت. صديقه يقول أن ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه جيف، وبدأ يلعب ويحارب الآليين وقدر يخلص مراحل كثيرة وهو يحاول يتفادى إيفل سمايل، أو كم يسميه جيف الشرير أوتو. أخذ كرسي صديقه وجلس يتفرج عليه بحكم أنه كان دائما يتفرج عليه وهو يلعب. الوجه هذا كان مسبب له رعب. فجأة جيف بدأ يفرك وجهه على الشاشة وهو يقول come on، وبكل مرة يكون الصوت أعلى وبشكل عنيف أكثر، come on. يقول صديقه ارتفع صوته حتى أني ما صرت أسمع أي شيء حولي، فقدر يقتل آخر رجل آلي وراح على طول لابتسامة شريرة. وفجأة الشاشة بدأت تتفلش وأخذ الهاي سكور باللعبة وكتب اسمه في قائمة الفائزين. وبدون أي سابق انذار وأول ما كتب اسمه طح جيف على الأرض. بالبداية اعتقد صديقه أنه يمزح، لكن جيف بدأ جسمه ينتفض، حتى بدأ صديقه يصرخ نادوا الإسعاف، حتى أنه حط ركبته على صدره عشان يثبته لكن بدون أي فائدة. جت الإسعاف حاول يسعفونه لكن جيف توفى في هذه اللحظة، مات بسبب سكتة قلبية. بعدين صديقه التفت لشاشة اللعبة وشاف وجه الشرير أوتو يبتسم ويضحك. من كثر الغضب راح للعبة وكسرها حتى تم طرده من المحل. وبعد سنة حصلت حادثة مشابهة ويعتقد انها بسبب اللعبة. شخص اسمه بيتر في ولاية إلينوي قدر يحصل على رقمين قياسيين في اللعبة خلال 15 دقيقة، وسقط بعدها ميت بسبب سكتة قلبية. وفي احد المواقع الشهيرة صنف اللعبة كرقم واحد في اكثر العاب رعبا لانها تسببت في وفاة حقيقية لاشخاص. قصتنا الثانية اسمها لعبة ديد سبيس هي السبب. قصتنا تبدأ بمراهق كان يحاول يحصل على لعبة جديدة وهي ديد سبيس، وبالتحديد الجزء الثالث. تفاجأ بأحد أصدقائه بأنه جالس يلعب ديمو للعبة ديد سبيس الجزء الثالث. سأل عنه من وين جبتها، قال له شريتها أو نزلتها من الستور. بحث عنها في الستور أو المتجر لكن ما حصلها. دخل حاول يبحث عن المشكلة في الانترنت وما لقى حل، واكتشف أنه كان في مسابقة من المطورين اللي يفوز فيها يحصل على ديمو للعبة. عشان كذا انتظر بحماس كبير لأكثر من أسبوع حتى تصدر اللعبة. وبدون علم أهله في ليلة من الليالي أخذ البطاقة الائتمانية الخاصة بأمه واشترى اللعبة، وجلس بدري عشان أهله ما يعرفون أنه يلعبها. شغل الجهاز وقبل لا يبدأ اللعبة يقول لاحظ شيء غريب في الغرفة، أخوه غير موجود في الغرفة مع أن الوقت كان فجر والغرفة كانت كلها مايلة. بس مع الحماس اعتقد أن عقله جالس يكذب عليه. شغل اللعبة وبدأ بالصفحة الرئيسية. كانت الخيارات العادية الموجودة Option Load New Game، لكن لاحظ وجود خيار رابع مكتوب بشكل غريب مثل خط المستخدم داخل اللعبة لكن ما قدر يقرأ. اختار الخيار الرابع وبدت اللعبة بشخصية آيزاك اللي هو البطل، ومعاه مسدس واحد فقط اللي هو البلازما كاتر. وكان في ممر طويل وبدون أي إضاءة ومن خلف جدار مغطى بالدماء. تقدم للأمام بشكل بطيء، ومع كل خطوة الإنارة تبدأ بالوميض وتكتشف أنه ما بين الجدران كلها دم جاف. حاول يستكشف عن أي مهمة يحتاج يخلصها وكانت المهمة مكتوبة داي. ما فهم المغزى من المهمة في البداية، عشان كذا
قرر يقرأ يومياته الشخصية، واللي قراه ما كان له معنى ومنطقي لقصة اللعبة الكلية. الكلام المكتوب كان: I can't believe I did that. Nicole, why did you have to kill yourself? The pain is just unbearable. I'm probably the only one alive on this ship with no way out either. What do I do? وترجمتها كانت: ما أقدر أصدق أنا إيش سويت. نيكول، ليش قتلتي نفسك؟ الألم ما أقدر أتحمله. أعتقد أني أنا الشخص الوحيد اللي عايش في هذه السفينة، وما في أي مجال أني أقدر أهرب منها. إيش أقدر أسوي؟ يقول: كنت متأكد أن اللعبة طبيعية وما فيها أي شيء خطأ، أو يمكن حصلت على سبيشل دي إل سي، لأن كان عارف أن شخصية آيزاك قدر يهرب من السفينة. لكن إيش اللي كان يقصد بكلمة I can't believe I did that، أو مو مصدق أن أنا سويت كذا؟ حاول يكمل عبر الممر المظلم. في النهاية اكتشف باب، لما افتحها شاف جثة مشوهة وتخرج منها الديدان بشكل مقزز. بعد التركيز شاف أن هذه نيكول حبيبته، وبجانبها رسالة أخذها آيزاك، وسجل في يومياته كلام مثل: أخيرا صرنا مع بعض يا نيكول، بنصير معا إلى الأبد. وصديقنا المراهق بدأ يفكر ويوسوس: هل هذا اللي كان بيصير لو آيزاك ما قدر يهرب من السفينة؟ هو كان مشغول بالتفكير بشكل مفاجئ. الشخصية تحركت لحالها وقربت الجثة وجلس على ركبته ورفع الهلمت أو الخوذة وبدأ يأكل من الجثة. يقول خوينا أنه استغرب أنه كان يأكلها ومستمتع. الشاشة تغيرت الأسود وظهرت جملة مكتوبة: His sanity is all gone. Only a husk of his former self left. What about you? معناها أنه فقد عقله وما بقى فيه إلا شخص فاضي، يعني ما في أي خيال ولا فكر. ماذا عنك أنت؟ اللعبة جالسة تكلم، خوينا جالسة تخاطبه. هنا بدت نبضات قلبه تزيد وبدأ بالتوتر، وكان خايف درجة كبيرة من المشهد، وأن اللعبة كانت تتكلم معاه. وقبل يقدر يفكر ويقرر أي شيء، اللعبة قالت: Please stop، وقف. ورجعت الشاشة بسرعة لشخصية آيزاك، لكن هذه المرة خلع الكخوذة بشكل كامل، وكان وجهه شاحب خالي من أي تعابير، والعيون كانت سودة. رفع السلاح على راسه، واللعبة أعطته خيارين بشكل مباشر: End it all or live on، يعني أنهي كل شيء أو عيش. من الخوف قررنا ينهي كل شيء وينهي الشخصية من هذا العذاب، واختيار الخيار الثاني. امتلت الشاشة بالدم من رأس آيزاك وتغير للون الأسود، وكتب في الشاشة: You gave him peace. Will there be peace for you? Will you suffer greatly or die easy؟ يعني أنت عطيتها السلام، هل بيكون في سلام لك أنت؟ هل راح تعاني أو راح تموت بشكل بسيط؟ بعد هذه الكلمات انطفى الجهاز فجأة ووقف حاير. وش المقصود؟ هل بموت أنا قريب؟ هل بصير مثل آيزاك؟ ترك الجهاز وراح ينام وحاول يتناسى الموضوع. بعدين لما صحى من النوم وهو في المطبخ ولا يعرف كيف وصل لهنا، التفت حوله لقى آثار دم تودي لغرفته. أخذ سكين من المطبخ خايف أن هناك مجرم في بيته عشان يدافع عن عائلته. لحق الدم لغرفته وفتح الباب بشكل بطيء، ولما فتحه شاف منظر قدامه نزل على الصاعقة عليه. أمه، أخوه، وحتى المربية حقتهم، روسهم مقطعة. لاحظ أن الذراع حقته مليانة دم جاف، وحتى السكين. الغرفة كانت مائلة. بعد فترة من الوقوف والنظر اكتشف أنه من قتل عائلته. الآن كل شيء صار منطقي. جثة نيكول تمثل عائلته اللي قتلها، والمهمة داي، واليوميات، وجملة Please stop كانت صرخات عائلته. ما تحمل ندم وبكل قوته ضغط بالسكين على قلبه وأنهى حياته، يعني اختار خيار End it all. كل اللي صار كان خطأ لعبة Dead Space. وهذه قصة رعب لهذا الأسبوع، أتمنى تكون عجبتكم، عطونا رأيكم فيها، وأيضا لا تبخلون علينا باللايكات، يعطيكم العافية. جدا جدا صراحة متحمسين صراحة، مبسوطين على الدعم اللي قاعد تسوون لنا، يعطيكم العافية وألف ألف عافية. كما كنت الشيحة، شكرا مرة ثانية، مع السلامة.